غادي نشارك معاكم كل منتوج وحده بوحده باش تعرفوا البنات اللي باغين هانتوما يعرفوا. البنات، خديت هذه الميسيو ديالي. لا تقولوا راني ناسيه ولا شي حاجه، غادي بصي يعاونكم بزاف. هذا كنصح البنات اللي ما كيعرفوش يصايبوا الايلاينر ديالهم. شوفوا لا كولور ديالو كيفاش دايره. صراحه ما عمري ما جربتها ولكن زعمت عليها، وصراحه بارفان ديالها فنه، بارفان ديالها زوينه، راه خفيفه بزاف. نسبه البنات اللي كيبغوا دوك الروايح اللي خفاف. سلام هذه الغاليات على قلبي، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخميرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره، ديري اختك واحد لايك 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 ديك البصمه اللي كاينه تحت من لا فيديو، واشتركي في القناه وفعلي داك الجرس اللي حداها صغير باش اي فيديو ان شاء الله حطيته في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. اش كتعاودوا البنات، اش اخباركم؟ كلشي على خير؟ كي غاديين مع الصيام اليوم يا البنات؟ جبت لكم فرصه ولا في الخيال. السيدات اللي بغاو يخدموا من الدار ديالهم وحده وليداتهم، ما غادي تخرجي، ما غادي تفيقي في 7 الصباح 6 الصباح. وهذه الفرصه يا البنات صراحه فرصه من ذهب من ذهب من ذهب. في الدار ديالك ما غادي تخرجي، ما غادي تعذبي، حده وليداتك ما غاديش تكرفسي نهائيا، غادي تحتاجي غير التليفون ولا كارت ناسيونال. وهاد الفرصه فرصه ديال اوريفلام. هاد الشركه ما شاء الله زوين في هاد الشيء، انك ملي كتاخدي شي منتوج من البارفيم غير كتاخديه بواحد الثمن، ملي كتسجلي كتولي كتاخديه بواحد الثمن اللي ناقص بزاف، ناقص بواحد 30%، وبعض المرات كيكون 40% 50% كيوصل حتى 60%. يعني راه كي مستافده لواحد الدرجه اللي كبيره 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 ديال التخفيضات، اللي صراحه جد مهمه بزاف بزاف. راه غادي تستافدي لواحد الدرجه كبيره كبيره، وكيكون عندهم تخفيضات كبيره. مثلا في كل اسبوع كيطيح واحد ميني كتالوج، وفي الشهر كيجيو تقريبا واحد 4 ديال الميني كتالوج اللي فيهم تخفيض. وبهذا التخفيض هو باش كتبنيو دوك النقط ديالكم، ودوك النقط ديالكم هما اللي كيزيدوكم وكيربحوكم في المستقبل ديالكم، وكيزيدوكم راتب اللي كيوصل لبزاف ديال المستويات ما شاء الله. الراتب اللي كيوصل ما شاء الله لبزاف ديال المستويات، عندك من مستوى 3% يوصل من 3% حتى 6%، يعني فيه مستويات ورواتب ما شاء الله. ما غاديش نعاود لكم البنات مبالغ اللي خياليه خياليه خياليه. وكذلك الطريقه الثانيه هي طريقه الربح الغير مباشر، هو فاش كتطلبوا دوك المنتوجات ديالكم وداكشي كتعاودوا فيهم البيع مع الناس ديالكم، ولا اللي بغيتو انت اللي بغيتي، ولا غير كتستافدي فيهم غير انت بوحدك لراسك، انت مسجله غير باش تشري لي برودوي ديالك راسك، ما تاخديهمش من بلاصه اخرى اللي كيكونوا غاليين، وكتستافدي من داك التخفيض ديال 30% 50% 60%. وزائد واحد الحاجه اللي زوينه، قد ما تتجمعي النقاط ديالك كتستافدي بزاف ديال الهدايا ما شاء الله. في الشهر اللي فات راه ما شاء الله، في الشهر ديال رمضان كان دايرين واحد العصاره غزاله صراحه، انا راه خديتها كانت تقريبا دايره غير شي 50 درهم. زائد اش غادي نقول لكم، ما عن ساعات مكياج، اش غادي نقول لكم، داكشي كيحمق صراحه. غير اللي ما بغاتش تدخل فلوس وتخدم على راسها تستافد، واخا لما كانتش غادي تبيع مع الناس تستافد غير مع راسها، غير راسها تاخذ المنتوجات لراسها. اللي بغات تقيد ان شاء الله تواصل مع هاد السيده اللي غادي نخلي لكم. هاد السيده الله يعمر ليها الدار، سميتها اسيه، هذا هو الرقم الهاتف ديالها. فالسيده ما شاء الله واصله لواحد المستوى اللي كبير. كذلك البنات فانا راه معاكم في الجروب، حتى انا راني تقيدت وخديت واحد المنتوجات ان شاء الله، فانا غادي نشاركهم معاكم المنتوجات اللي خديت وتوصلت بهم من عند اوريفلام. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، هذا الشيء اللي خديته البنات ها هو. فانا غادي نشارك معكم كل منتوج وحده بوحده باش تعرفوا البنات اللي باغين يعرفوا المنتوجات وكل شيء. فالسيده ان شاء الله راه غادي تشرح لكم كل شيء، اي حاجه بغيتوا تعرفوها غادي تشرحها لكم ان شاء الله كل شيء. راه ما شاء الله الله يعمرها دار، وغادي تبقى معكم حتى الاخر. اللي بغات تخدم على راسها ودير راتب ان شاء الله وتوصل لواحد المستوى اللي كبير توصل مع هاد السيده. مهم ان شاء الله هذا اول منتوج خديت البنات، خديت هاد جيل دوش اللي كتشوفوا. هاد جيل دوش البنات راه الثمن ديالو اللي تشوفوا دابا فهو قداش الثمن ديالو، ما يعطيش هاد الثمن ديالو. هانتوما البنات خديت هاد جيل دوش هذا، صراحه الريحه ديالو خطيره، الريحه ديالو زوينه 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 بزاف بزاف.
وخديت هاد لي كريم هادو ديال اليدين، هادو حصريين البنات، هادو يلا هانتوما البنات، هاد لي كريم ديال اليدين هادو ما كتشوفوا، هادو ثلاثة كيجيو ثلاثة هنا في البواطة. وخديت هاد الكريم هذا اللي كتشوفوا، هذا زوين، عرفتي الريحة ديالو يا البنات زوينة، باقا ما حليتوش هو باقي مسدود، واحد الريحة فيه خطيرة خطيرة خطيرة. هانتوما البنات شفتو، وما شاء الله راه كبير كبير، هانتوما راه يدي لك واحد المدة اللي طويلة. وخديت هاد، هانتوما البنات هذا، خديت هذا لولدي، هذا بحال جيل دوش بحال شامبوان، هو فيه جوج يعني شامبوان وجيل دوش، ها هو البنات كما كتشوف. وخديت هاد الاكرون، هادي سمعت عليها صراحه، ها هي البنات هاد الاكرون سولاي، هاد الاكرون سولاي كما كتشوفوا اللون ديالها ابيض، ها هي اللون ديالها ابيض، هادي سمعت عليها البنات جربوها زوينه، فانا خديتها مازال ما جربتهاش، هادي اول مره غادي نجربها. ودابا راه جايه الشموسات 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 ديال الوقيته ديالها دابا، فان شاء الله يا البنات غادي نشارك معكم كاع لي برودوي ديالي اللي كنستعمل، وكلشي كلشي المنتوجات الرخيصه ديال بنات الشعب، كلشي ان شاء الله تحت الطلب، كلشي ديالكم كلشي ان شاء الله غادي نشاركو معكم. وخديت البنات هادو اللي كيحمقوني، هادو ما كنستغناش عليهم هادو نهائيا، هادو فيما كيخرج شي لوغو جديد كناخذو. هانتو هذا البنات ديال هانتوما، هذا الريحه فيه خطيره، هانتوما البنات كديريه في الشفايف، كديريه في اي بلاصه بغيتي، وراه فيه بزاف ديال اللوغو، هذا كاين ديال الفريز، كاين ديال الفاني، كاين ديال الاورانج، دابا وقيله جديد كاين ديال الاورانج يمكن. زويو صراحه كيرطب الشفايف، هذا هادو انا ما كيخطاونيش، هادو كما كتسالي ليا كنعاود نشري وحده. وخديت هاد الغوجا ليفغ، نتوما عارفيني انا من عشاق ديال لي غوجا ليفغ، انا كنحمق على لي غوجا ليفغ، لي غوجا ليفغ لي غوجا ليفغ. هانتوما البنات خديت هاد اللون هذا كما كتشوفوا، هانتوما شوفوا اللون ديالو، اللون ديالو خطير خطير خطير، لي غوجا ليفغ ديالهم واعرين صراحة زوينين. و خديت هاد الايلاينر، هاد الايلاينر البنات ستيلو، ها هو هذا بالنسبه للبنات المبتدئات، فانا ان شاء الله تحت الطلب ديال بزاف ديال البنات غادي نرجع لكم ان شاء الله لداكشي القديم باش بديت في القناه، فانا كنت بديت بالنسبه للبنات اللي مازال ما عارفينش، فانا كنت بديت بلي تيتوريال ميك اب، لي تيتوريال ميك اب هو باش افتتحت القناه ديالي، كنت ديك الساعه كندير، كنت ديك الساعه يلا درت الفورماسيون ديال الميك اب ارتست، وكنت متحمسه بزاف 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 بزاف، ولكن الوصفه الطبيعيه ضغط لي على المكياج، ضغط لي بزاف بزاف. وان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم باذن الله اي حاجه طلبتوها، كل شيء باذن الله. هانتوما البنات هاد الايلاينر هذا، هانتوما هاد الايلاينر ستيلو كيف ما كتشوفوا، هاد البنات غيعاونكم بزاف بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يرسموا ايلاينر، هذا غادي ينفعكم بزاف بزاف، هذا كنصحكم بهاد ستيلو. فانا خديت هذا وخديت هاد بحال شكل قولي فارا بوبيير في هانتو، شويه فيه ديك اللمعه، ها هو البنات. في نفس الوقت تقدري تخدميه حتى هايلايت، في نفس الوقت تقدري تخدميه ماشي مشكل، انا معايا انا اي حاجه نقدر نخرج منها شي حاجه ماشي مشكل. واخا يكون عندك بانسو واحد نقدر نخدم لك به العين والوجه والغوجا ليف وكل شيء، بانسو واحد ماشي مشكل ان شاء الله، مع وورد كاتي كل شيء غادي تتعلموه باذن الله. وخديت البنات هاد الريسيل هذا، هذا البنات هاد الريسيل هذا صراحه زوين، هذا اكس دوبل دوبل اكس ال، هاهو البنات دوبل اكس ال. وخديت يا البنات هاد الغوجا لي بغاو تاني، هذا حمقني لا كولور ديالو، هاهو البنات كيف ما كتشوفوا، شوفوا لا كولور ديالو كيفاش دايره، شوف تقريبا جاي لهاد بوردو،
ايوا يا اختي، ندوزو دابا للروايح يا اختي، اللي صراحه المدمنه شي حاجه ديال الروايح. خديت البلاصه ديال حليسه بعدا، راني راسه منها. هانتوما خديت هاد دير تو شاين، هادي ما عنديش، هادي صراحه ما عمري ما جربتها، ولكن زعمت عليها. وصراحه بارفان ديالها فنه، بارفان ديالها زوينه خفيفه ديال الصيف. يعني دابا جاي الصيف ان شاء الله، ما بقاش ليه بزاف، راه خفيفه بزاف. نسى البنات اللي كيبغوا دوك الروايح اللي خفاف، هادي واعره البنات، زوينه وثمن لي صراحه مناسب، مناسب هاد الثمن. ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم جميع العطور باذن الله، باش تاخذوا فكره ان شاء الله. فهذه غادي تمشي مع خوتها ان شاء الله هنايا. او ما نسيتش يا اختي الميسيو ديالي، خديت لي هاد الصول، هاد صول صراحه عندهم لي بارفان زوينين، لي بارفان عندهم واعري. هانتوما البنات هاد الصول شفتوها، البارفان ديالها زوينه هاد. وصافي البنات بهاد الطريقه، هادو هما المنتوجات. ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم كل شيء باذن الله. وما تنساوش البنات اللي بغات تخدم على راسها وتكبر المستقبل ديالها، تواصل مع آسيا. وصافي البنات بهذه الطريقه وصلنا لاخر مرحله، وصلنا لاخر مرحله، وان شاء الله راه جاي المزيد والمزيد والمزيد ان شاء الله، وديما غادي يكون الجديد ان شاء الله. ما سخيتش بكم البنات، وغادي نقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.